السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخواني وأخواتي بالله، أحباب الله، موضوع هذه الحلقة عن هذا هو الإسلام الحقيقي، لا طائفية ولا مذاهب ولا أحزاب ولا طرق صوفية. أحباب الله، نظرة للإسلام وكيف الواحد بده يعرف الدين الإسلامي الحقيقي، هاي شغلة مهمة جدا لكل مسلم ما يضيع ويظل على الطريق، لأنه في سبيل واحد هو سبيل سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، طريق الوحيد بس اللي بنعرف الدين فيها خلال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، رسولنا ونبينا ومعلمنا عليه أفضل الصلاة والسلام. أي طريق آخر راح يكون فيه نقص أو زيادة. عشان هيك أحباب الله، بجيبكم دلائل وبراهين كيف فهم من الإسلام الحقيقي، وعسى إنه إيش تفهموا المقصد اللي أنا قاصده، وقديش بحب لكم خير وأتمنى إنكم تفهموا اللي أنا فاهمه. وإذا في واحد بيشوف إني على خطأ أو طريق غير مستقيم يبين لي، وأنا ما تأخذ العزة بالإثم بإذن الله. بس محبة فيكم أحباب الله بدي أشارككم فهمي لمعنى الإسلام. بنيجي على سورة آل عمران 19، آية 19، قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. يعني الدين عند الله الإسلام، من قبل من يوم ما خلق السماوات والأرض وخلق آدم إلى يوم القيامة، كل الأنبياء والمرسلين الدين عندهم الإسلام، حتى اجى خاتم النبيين سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام ونزل على القران الكريم. فالدين الاسلامي دين الانبياء والمرسلين والملائكه وكل المخلوقات. عشان هيك احباب الله، ان الدين عند الله الاسلام، وما اختلف الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. صار كل واحد يبغي على الثاني، بده يخلي كلامه هو الحق وكلام الباقي باطل، فصارت الفرق والطوائف. عشان هيك احباب الله، سورة آل عمران 85 قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. يعني ما في دين غير الدين الإسلامي، وأي واحد يبتغي غير الإسلام دين فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. عشان هيك احباب الله، بسورة المائدة 3 قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يأس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف الإثم فإن الله غفور رحيم. يعني رب العالمين بينا في أي آية أنه ما حرم علينا بالتفصيل، وأنه كل هاي وأن تستقصوا بالأزلام كل هذا فسق. واليوم يأس الذين كفروا من دينكم، يعني الكفار عرفوا خلاص ما حدا راح يغير يبدل الدين ولا راح ينجحوا مهما حاولوا في تدمير الدين الإسلامي. عشان إيش رب العالمين يقول فلا تخشوهم واخشوني؟ إذا بنخشى غير الله راح الله سبحانه وتعالى يدمرنا وحطمنا وذلنا، فلازم لابد أن لا نخشى إلا الله. عشان اليوم لما نزل القرآن الكريم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واكتمل الدين، قال اليوم أكملت لكم دينكم، ما في زيادة ما في نقصان، وأتممت عليكم نعمتي، تمت النعمة علينا، ورضيت لكم الإسلام دينا. إذا الدين عند الله هو الإسلام والدين مكتمل بالقرآن الكريم، ولن يأتي كتاب بعد القرآن الكريم ولا رسالة أخرى، هذا الرسالة ليوم الدين. عشان هيك أحباب الله، فمن اضطر في مخصة غير متجانف الإثم فإن الله غفور رحيم. طيب أحباب الله، شو صار بالمسلمين؟ سورة الأنعام 159 قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. يعني
أي واحد بفرق في دينه وبيحول حاله لشيعة، يعني شيعا تشيع، مش مثلا الشيعة المقصود، لا بصير شيعة وحزب، إنما إيش لست منهم في شيء. أي واحد مسلم بعرف أن الدين عند الله الإسلام، ما يضيف عليه أو ينقص منه. يعني أي واحد يقول لك أنا مسلم صوفي، أنت قاعد إيش، أي واحد من الصوفي يعني مش مسلم، قلت عليه حباب الله أنا مسلم. أي واحد لو كل الطوائف وقفت الطائفية والأحزاب والمذاهب وقالت إحنا مسلمين فقط، ما بصير خلاف بيناتنا وما بنفرق في ديننا. عشان هيك الشيعة قالوا على السنة كافرين، والسنة بطلعوا على الشيعة لأنه عندهم شغلات كثيرة بالشيعة يا أحباب الله ما إلها دخل بالعرب الدين، مش بس الطائفية، تشيعوا، التشيع لأهل البيت ما في خطأ، بس الأفكار اللي حطوها والعداء اللي عدوا للصحابة رضي الله عنهم وفرقوا الأمة وصارت أحزاب وانفصلوا عن بعض، الشيعة نفسها متفرقة لعدة طوائف كثيرة وكلها بتعادي بعض، نفس الشغلة السني. عشان يا أحباب الله ما في إن أنا بس لما يسألني واحد أنت شو دينك، أنا بقول مسلم. شو مذهبك؟ الإسلام. شو ملتك؟ من سيدنا إبراهيم؟ الإسلام. هيك ما بفرق حالي عن أي واحد، بس لما أقول أنا مسلم شيعي، طب هذا مسلم سني، هذا مسلم صوفي، هذا سلفي، هذا صارت خربطة. عشان يخن واحد الكلمة ما نفرق ديننا ونقول أنا مسلم. وما في عزمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كان موجود مسلم سني أو شيعي أو صوفي أو غيره وغيرته. تسأل أي واحد شو الدين عند الله، شو أنت شو دينك؟ مسلم، انتهى الموضوع. فدائما أحباب الله أي واحد يسألكم شو دينك، شو مذهبك، شو طائفتك، تقول مسلم فقط لا غير، بتكون أنت سلمت وما فرقت دينك. عشان يخلي الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. أي واحد بيأمن في الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم بقول أنا لست منهم في شيء، أنا مسلم فقط لا غير، إنما أمر من الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. أسمع سورة البقرة 112، قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أي واحد مسلم وجهه لله سبحانه وتعالى وهو محسن، الإحسان، هل جزاء الإحسان الإحسان؟ الإحسان إنك أن تعبد الله كأنك تراه، وإن لم تكن تراه فإنه يراك وأنت عارف، يعني بتخاف الله بالسر وبالعلن نفس الشيء، عشان تعرف أن الله بكل شيء عليم. طيب أحباب الله، شوف سيدنا إبراهيم عليه السلام بسورة البقرة 131، قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. فهذه سهل، يعني سهل جدا، أمر سهل جدا تكون مسلم. عشان يا أحباب الله بنجي على حديث رواه البخاري ومسلم عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. أي واحد بقول لك أشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله، وبقيم الصلاة، وبيت الزكاة، وبحج البيت، وبصوم رمضان، هذا إنسان مسلم. فتح عليه باب الله، هاي أركان الإسلام الأساسية. عشان هيك بحديث طلحة بن عبيد الله قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد، ثائر الرأس، يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول، حتى دنا، فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة. فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وصيام رمضان. قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال: وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال: فأدبر رجل ويقول: الله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. أخرج البخاري في كتاب الإيمان باب الزكاة من الإسلام. يا أحبابي بالله، من وين أجت الطائفية مثلا أو المذاهب أو الأحزاب؟ بنيجي مثلا عن مذاهب، المذهب الحنفي، أبو حنيفة النعمان رحمه الله ورضي الله عنه، هذا رجل عالم، طريقته في حياته، في علمه، في دينه، إلى نفسه الطريقة اللي تبعها، بس إجوا الناس اتبعوا خطواته،
المطلوب من اتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فهمت علي يا احباب الله؟ فالناس اتبعوا ابو حنيفه النعمان صار المذهب ايش؟ الحنفي. الشافعي نفس الشغله، رؤيته للدين الاسلامي، طريقته في حياته، ايمانه في الله سبحانه وتعالى كما الشافعي كان، واحمد بن حنبل كذلك، وكل الصحابه رضي الله عنهم، كل واحد له طريقه. بس ما حدا اجى اخذ طرق اي واحد بوقع طريق اي انسان غيره. هذا الانسان مناسب، يعني اللي فعله ابو حنيفه النعمان كان يناسب نفسه. فهمتوا يا احباب الله؟ عشان هيك في القران الكريم بسوره التغابن 16 قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا وانفقوا خيرا لانفسكم ومن يوقى شح نفسه فاولئك هم المفلحون. اتقوا الله، فاتقوا الله ما استطعتم. هسه انا احباب الله عندي طريقتي انا بالعباده. هسه المسموح لاي مسلم مشان يكون مسلم اقل شيء في الصلاه الصلوات الخمسه المفروضه عليه فرض. ان احب يتطوع وتقرب الى الله سبحانه وتعالى هاي حريه شخصيه له حسب حبه في الله وحبه وتقرب بالله وحسب طاقته. قلت عليه احباب الله اللي زاد مثلا السنن على الصلوات خير وزياده في الخير بتقرب الى الله سبحانه وتعالى وبصير ايش؟ ما زال عبد يتقرب اليه بالنوافل حتى احببته وصير حبيب الى الله سبحانه وتعالى. نفس الشغله الصيام المطلوب منا صيام شهر رمضان. اي واحد بده يزيد هو حر. مثلا بينا النبي صلى الله عليه وسلم شو الصيام قديش يصوم، قال يصوم 3 أيام بالشهر، الايام البيض اللي ايش؟ والقمر بدر كامل. مشان اللي بده يزيد اكثر من 3 أيام بالشهر بقدر يصوم اثنين وخميس، هاي 8 أيام تقريبا بالشهر الهجري. اللي بده يزيد يوم او يوم لا، هذا صيام سيدنا داود عليه السلام. هاي حريه تقرب يعني بين العبد وبين ربه. نفس الشغله الزكاه المطلوب من الزكاه، اللي بزيد بالتصدق وبزيد الصدقات وبخفيها وبعلنها سرا وعلانيه برضو خير. بس المطلوب منا المفروض علينا معروف، هذا الليمت او ايش الحد الادنى، واللي بده يزيد بزيد. فبيجي واحد مثلا بقول لك ابو حنيفه رضي الله عنه هيك كان متبع كذا، يا اخي انا مش مطلوب اني اتبع من حدا، انا علي اتبع النبي محمد صلى الله عليه وسلم اطيعه واتبع خطواته على ما استطاعتي، لانه ما في انسان بقدر يمشي كما اهل الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لانه الله سبحانه وتعالى ادبه وقدره على حمل الامانه والرساله. فيجي اي واحد ثاني يقول لك لا انا بدي اصير بدي اخذ طريقه العالم الفلاني او العالم الفلاني، خذ اللي بفيدك. يعني ممكن اخذ من ابو حنيفه شيء، اخذ من الامام الشافعي شيء، اخذ من الصحابه رضي الله عنهم مثلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه اخذ منه شيء. مش خطا لانه ايش؟ كلها فائده لك. بس ما مستعد التحق انا في طائفه واقول انا والله من الطائفه هاي سني شيعه سلفي صوفي. ما حدا طلب منها الحقيقه. المطلوب منا اتباع خطوات النبي صلى الله عليه وسلم، اتباع وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن الكريم، القرآن الكريم موجود عندنا كاملا. بعدين يا أحباب الله بزمن الصحابة رضي الله عنهم ما كان الصحابة كلهم عندهم كل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وكل آيات القرآن كاملة. كان بعضهم يحفظ بعض الصور وبعضهم يحفظ قاعد مع الرسول صلى الله عليه وسلم أو سمع من الصحابة اللي قعدوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم جزء من الأحاديث اللي حكاها النبي صلى الله عليه وسلم أو الأفعال اللي فعلها. بس احنا بعصرنا هو عندنا القرآن كامل وعندنا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بجميع الصحيحة والضعيفة والحسنة موجودة عندنا. هاي قدرة نفسية اللي بده يتقرب إلى الله وبتزيد في القربة هنيئا له وبكون من السابقين. بس ما يخلي واحد يتبعه خطوة بخطوة ويقول لك إذا سوى هيك. يعني مثلا أنا بنزل أشرطة وبحكي أقوال، ما مطلوب من حد يتبعني أنا واتبع أفكاري. خذ من افكاري اللي بتفيدك واللي انت مقتنع فيها انها فيها مصلحه لك وفي دينك خذها. واذا شفت اي شيء يخالف عقيدتك وايمانك بالله سبحانه وتعالى وممكن يضعفك في الايمان ابعد، لا تاخذ مني شيء.
زي السوق، الواحد ينزل على السوق ويتسوق، ممكن يستفيد من اي عالم من العلماء. ما بنقول فضل العلماء، بس مش شرط تتبعه 100%. عشان هيك التحيز هذا والغلو في اتباع شخص اخر غير النبي صلى الله عليه وسلم ادت الى الطائفيين، وادت الى ايش؟ يعني الغلو في محبه ال البيت ادت انه ناس يصيروا الشيعه وبس عندهم يمجدوا ال البيت وكفوا اكثريه الصحابه رضي الله عنهم. ونفس الشغله اهل السنه صاروا يطلعوا على بعض الامور ويأخذوها وينكروا بعض الامور. طب انا لا، انا بحب اهل البيت رضي الله عنهم وعليهم السلام كلياتهم، وبحب الصحابه رضي الله عنهم، باخذ من اهل البيت وباخذ من الصحابه اللي انا مقتنع فيه يطابق كلمات الله اللي هو القران الكريم وسنه النبي صلى الله عليه وسلم. الواحد يتعلم، يمكن يتعلم من طائر او عصفور او من قط او من حصان او من ورق شجره بتهتز بتثمر، كلها ايات، هي ايات من الله سبحانه وتعالى ويستفيد فيها الانسان. عشان هيك احباب الله اتركوا الطائفيه، والله ما فيها خير الا التفرق، واتركوا المذاهب، هاي المذاهب والله ما فيها لا تفرق. ونفس الشغله اتركوا الاحزاب، الاخوان المسلمين. طبعا انتم الاخوان المسلمين، انا ما ضد حدا، انا بحكي لكم اياها، بس انا مش مقتنع بكل الاحزاب ولا الطوائف ولا المذاهب. ان الدين عند الله الاسلام، انا مسلم فقط لا غير. الاحزاب، شو اللي صار الخلاف في مصر؟ على ايش اختلفوا الاخوان المسلمين وضد الاخوان المسلمين؟ لانه حطوا الاخوان المسلمين، صار اي واحد يقول اذا انا ما اشتركت بالحزب يعني انا مش مسلم. وصاروا اللي مش من الحزب يكرهوا الحزب، واللي بالحزب لازم ينضموا لهم الجماعه مشان يصيروا منهم. صارت الفرقه في مصر، هاي قدامكم اثبات. والخلاف اللي بين الشيعه والسنه اثبات، والخلاف بين السني اللي السلفيه والصوفيه اثبات. يعني مثلا هذول شيوخ الطرق اثر، يعني مثلا زي احمد الرفاعي ولا القشبندي ولا علماء الصوفيه. واحد بده يعبد رب العالمين اتبع هالطريق هذا، مش خطا احمد الرفاعي اللي سواه ولا النقشبندي ولا غيره، بس قاموا الناس زادوا عليه واتبعوا خطواته وصاروا يسووا ايش؟ يزيدوا ونقصوا من اللي كان يسويه. بس هاي الطريق طريق احمد الرفاعي رضي الله عنه، او النقشبندي، او اي عالم من العلماء، او اي واحد من اهل الصلاح. مش شرط انت تتبعه 100%، خذ منه ما بفيدك. عشان هيك بصير كلياتنا مسلمين، احنا كل واحد له طريقه في العباده. الاساسيات، الفرائض والسنن المعروفه من الرسول صلى الله عليه وسلم، هاي كل واحد يسويها، ما فيها زياده او نقصان. بدك تلك بس انت حر، يعني ما تسوي السنن انت حر، بس الفرائض المطلوبه منك بدك تسويها. بس اللي بيزيد، ممكن واحد يزيد ركعتين بعد الظهر،